السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو القصير سنقوم بالتعرف على 20 معلومة عن بيض السمان. بدون أي مقدمة لندخل مباشرة في صلب الموضوع. أولاً، بيض السمان يحتاج لمدة لا تقل عن 18 يوم من الحضانة ليفقس. ثانياً، وأنا متأكد أنكم لم تكونوا على علم بهذه المعلومة، قشر بيض السمان يساعد على تقوية العظام ويحميها من الإصابة بالهشاشة. يعمل على تحسين أداء النخاع العظمي في خلايا الدم الحمراء، يخفض الكوليسترول وضغط الدم ويعالج قرحة المعدة عند خلطه مع الحليب، وكل هذا فقط في قشر بيض السمان. Well, that's interesting. ثالثا، يحتوي بيض السمان على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، احتوائه على العديد من الفيتامينات والحديد والبوتاسيوم، كما أنه يعد كنزاً غذائياً للأطفال من خلال فتح الشهية وزيادة معدل الذكاء. رابعاً، مقارنة ببيض الدجاج، يحتوي بيض السمان على فيتامين B1 أكثر بست مرات من بيض الدجاج، كما أنه ذو قيمة غذائية عالية ويساعد على زيادة المناعة. خامساً، يوجد العديد من الإدعاءات حول فوائد بيض السمان. واحد من هذه الإدعاءات هو أنه يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم في مرضى السكري، ولكن أثبتت دراسات حديثة أن أكل بيض السمان لا علاقة له بمستوى السكر في الدم أو حتى مستويات الدهنيات في الدم. سادسا، تحتوي بيضة السمان على 14 سعرة حرارية و13 غراما من البروتين، وبشكل عام تعادل 4 بيضات من بيض السمان بيضة دجاج واحدة. سابعا، لعل أفضل ممارسة لتأخير الشيخوخة هو تناول أغذية مضادة لها، وبما أن بيض السمان مصدر غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الحيوية والسيلينيوم وفيتامين A و E و B و B بلس، فهو عامل مضاد للشيخوخة لا تشوبه شائبة. ثامنا، أحس أن أصابعي لم تعد كافية. تناول بيض السمان من شأنها أن يؤدي إلى تراكم المواد المفيدة بالجسم، والتي من شأنها تحسين الجهاز المناعي والقضاء على العديد من الأمراض. تاسعا، يمكن لبيض السمان أن يساعد في التخلص من بعض المعادن الثقيلة والسموم مثل الزئبق، حيث تساعد الأحماض الأمينية وغيرها من المكونات في بيض السمان في الارتباط بالسموم وطردها من الجسم، وهو ما يجعل بيض السمان يقوم بدور منقي الدم. عاشرا، بيض السمان يساعد على علاج فقر الدم، فهو مصدر جيد ومهم للحديد وفيتامين A و B12، مما يساعد في التخلص من فقر الدم من خلال زيادة مستوى الهيلوغلوبين الهيموغلوبين. Well, that's easy. مما يساعد في التخلص من فقر الدم من خلال زيادة مستوى الهيموغلوبين، وسيكون من السهل علاج فقر الدم بتناول بيض السمان بدل الحقن والعلاجات الأخرى. وها قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. مجددا أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنتم جديدين هنا، وأن تضعوا لايك للفيديو في حال أعجبكم، وإذا كانت لديكم أي اقتراحات أو أسئلة لا تترددوا في تركها في التعليقات. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.